إيه تفضل. سائل يسأل إذا في اتصلت موقع بي، الإمام ابن باز. إذا اتصلت بي سيدنا خبرني حتى أنا أربطه. إيه تفضل. إيه السائل، سائل يسأل إيه في موقع الإمام ابن باز، إيه كبس على الإنترنت مثل ما كبست البارحة. إيه سائل يسأل الإمام ابن باز رضي الله عنه وأرضاه، يقول له: ما حكم من يبغض آل بيت الرسول ولا يواليهم؟ الجواب: هذا منكر عظيم، الله لا أكبر. يجوز هذا، يجب المحبة، والمحبة في الله خالصة، والاتباع ما خص بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على كل مسلم أن يحبهم في الله، فالحب اتباع ليس عواطف يا حاج وعد. زين، الحب اتباع. من تكمل قل لي، من تكمل قل لي. علي أتبع مسيرة علي، ما ألطم ولا أطبر ولا زين. أتخذ عواطف الناس وأشحذها منهم شحاذة، والله ما أراكم إلا على أبواب أهل السنة والجماعة تشحذون العواطف منهم شحاذة، نحن نتبع آل النبي لا نشحذ العواطف. زين أسمر، راح تظل، راح تطلع على التراب، راح تخربط، وبديت تخربط. اسمع، خل نرجع نتكلم بأدب، لا تستخدم هذا الاسلوب. شيخنا الحبيب ابو السلطان، انت قلت ان ابن باز، ان ابن باز قال انه حب اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام. زين، حب اهل البيت بدون حب معاويه لو مع حب معاويه؟ حب اهل البيت كحب معاويه، من لا يحب معاويه لا يحب علي. اسمع، يحب علي لا يحب معاويه. سمعت ابو باقر؟ لحظه، سمعت ابو باقر يقول حب علي مثل ما تحب معاويه؟ مش لا لا ما حجي، هذا ابن باز. لحظه سيدي، لحظه بس، لحظه. نعم. بس كلمه، انت تتبع علي بن ابي طالب؟ نعم. علي بن ابي طالب بسند صحيح كان يلعن معاويه في صلاته، تفضل عن معاويه. كذب، هذه من كيسك، كذبت ما صدقت الله. الرواية في مصنف ابن أبي شيبة وصححها علماءك الشتري، سعد الشتري صححها، أن عليا كان يقنط في صلاته. فيها أربع مجاهيل، فيها أربع مجاهيل. يلا من المجاهيل؟ فيها أربع مجاهيل. يلا طول المجاهيل، خلينا حوارنا على هذا، خلينا نشوف المجاهيل. فيها أربع مجاهيل، كل وإذا أنها صحيحة لا تقلق. أصبر 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 أبو باقر، أخي ردك علمي بصراحة غير، أول مرة بحياتك ترد رد علمي. فيه أربع مجاهيل، أبو باقر امسك ورقة وقلم. المجهول الأول، تفضل. المجهول الأول المتكلم. يا بدي ولي خربط أنت، رواية أقول لك مصنف ابن أبي شيبة مجهول المتكلم، شنو أنت شو مجنون أنت؟ أقول لك مصنف ابن أبي شيبة الإمام وصححها دكتور. شفت إخوان انتبهتم هذا كذاب، هو وابن باز والجميع انتبهتم لو ما انتبهتم. أمير المؤمنين كان يلعن معاوية. طيب، واحد في صحيح مسلم، أمير المؤمنين والزهراء يكره محضر عمر، هم كذب؟ يلا اكره محضر عمر، يلا تفضل. أعطني رواية في صحيح مسلم الصفحة. في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أن عليا كان يكره، قالوا له نأتي لك، قالوا لا تأتي يعني مع عمر، فيعقب أن عليا كان يكره محضر عمر. حج طلعها حتى على الكاميرا. الآن استخرج لي على الكاميرا، تفضل دكتور مجاهد. الآن أبو باقر بس، تفضل دكتور مجاهد. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله يا دكتورنا الحبيب. مرحبا يا حاج وعد، حياكم الله. أولا أنا بالأمس ما سببتك، وأشكرك أنك سامحت ودافعت عن غيبتي، لكني لم أسبك. لا، إنما هناك من سبني في أذني. أنت قلت وقالي انزل يا خبيث، ثم لحظة علي حال أنا مسامحك، أنا مسامحك، قلت جبان وانا مسامحك، انت قلت جبان وقلت كذا، ما مشكله، على اي حال انا مسامحك، تفضل. ف
في الموضوع لطفاً. اي تفضل. اولا اقول لعن الله من دعا الحسين الى العراق ومن خذله ومن قتله، اللي هو عمر بن اللي هو عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد، ومن اشار لا ومن اشار اليه. انا اقول لعن الله ماشي، لعن عمر لعن عمر بن سعد، لعن عمر بن سعد قائد الجيش. لحظه انا ما قصصت، لا حول ولا قوه الا لا. أنا لم أخصص، لا هو القائد مو خاص، هو القائد القائد هو القائد القائد يا دكتورنا دكتورنا أنا ما أقول خصص، هو القائد والوالي، الوالي اللي هو كان والي أبو يزيد وابن سعد بن أبي وقاص ونصره. يا شي دكتور دكتور يعني أكمل هذا كلامي أنا. اللي قاتل اللي قاتل رئيسهم رئيس الجيش، رئيس الجيش ابن سعد ابن أبي وقاص، عمر ابن سعد. قول لعنة الله على ابن أبي وقاص على عمر ابن سعد. أنا أريد أن دوري في الكلام، أنت لا تقول لي قول. أقول لك لأن أنت تقول لأن أنت ألزمتني دكتور، أنت ألزمتني. ما جعلتني أكمل كلامي، ما جعلتني أكمل كلامي، أعطيني مسافة. تفضل. أنا قلت لعن الله من دعا الحسين وقال له سوف ننصرك في العراق ثم خذلوه ثم قتلوه. احسبوا من أنت من عندك، من هم من هم من قالوا تعالى يا حسين إلى العراق لكي ننصرك وكذا وكذا. لعنة الله عليهم، لعنة الله عليهم. يلا ويزيد جميل. الموضوع الآخر لا 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 سألك. احنا احنا نقول لحظة، انت سيد ميثم وباقر ويايا ألا لعنة الله على من قتله وعان على قتله، لعنة الله عليه لعنة أبديا سرمديا إلى أن تقوم الساعة. ولعن الله من أسس، ولعن الله من أسس له، والذي أسس كما قال علماء السنة لو ترجعون إلى ضياء الدين ابن مضياء الدين ابن الأثير أخوه صاحب كتاب الوشي المرقوم، ارجعوا قال أسس مقتل الحسين من يوم السقيفة، هذا أخو صاحب تاريخ ابن الأثير. وأيضا عبد الله العلاي اللي في كتاب الإمام الحسين أيضا يقول ويؤكد أن مقتل الإمام الحسين تأسس من يوم السقيفة. تفضل إلعن من أسس وبذر هذه البذرة. يلا أسس لمقتل الحسين من يوم ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبكى على الحسين. العدل من الوضع على البذرة. أنت ليش خايف؟ أنت مو تقول أنهم أنتم أنت ليش خايف؟ أنت ليش خايف؟ أنتم تبرقون هؤلاء. أسس للحسين لمقتل الحسين منذ أن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الحسين سوف يقتل في كذا وكذا، سوف يقتلونه يعني أهل الشيعة أهل العراق. ماشي ماشي، يعني النبي هو اللي أسس. أقول على كلام الأخ هذا عندما يسترسل. لا لا هذا كلام أحمد بن حنبل، هذا كلام أحمد بن حنبل يا عمي، كلام أحمد بن حنبل في مسند. اسمع يا دكتور، اسمع يا ما أدري اسمك مجاهد، اسمع خلنا نقرأ. أين نزل على النبي إن النبي إن شيعة العراق هم سيقتلون الحسين؟ وين؟ ليش الكذب؟ قال أمتك ستقتله. وين نزل على النبي صلى الله عليه وآله شيعة العراق سيقتلون؟ هذه كذبة مقابل الكذب، هذه يسموه من الكذب الحلال. في الآن إذا أمام الجميع في مسند أحمد بن حنبل حد اعترف أنه كذاب، هو يقول أنا كاي كذبة. طيب الآن شنو رأيك؟ هذا الرقم ثاني ولا نفس الرقم سيد؟ رقم ثاني ولا نفس الرقم؟ هذا الرقم اللي دزيتك هو اللي دازك. بس اريد اقرا كلام الالوسي الله يرحمه والديكم سيد. ابو باقر اقرا بس سيد، هذا الرقم ثاني لو نفس الرقم اللي بعثت لي اول. لا ثاني، هذا ثاني حد. ثاني الان اقرا كلام الالوسي حتى نصفع به هؤلاء الحشويه. الالوسي اخواني الذي يعرفونه اكبر مفسر عند ابو. خلا كمل استمع، انا كمل استمع. نقل من السنه، انا دا انقل كتاب سني، ما دا انقل من الكافي. صاحب روح المعاني الالوسي في الجزء 26، اسمع يا بابا اسمع، صفحه 72 يقول. اسمع يا ولدي، ويقول تأدب لهينا حجي نص صوت هذا نص انكر الأصوات. لا ندور الشيخ وبعدين أعطيك الدور. أنا أبو باقر، تفضل أبو باقر. انكر الأصوات، ما تتكلم عندما نتكلم. شوفوا أحبتي الأفاضل، الآلوسي ماذا يقول؟ يقول واستدل بها أيضا على جواز لعن يزيد، هذا الذي يخاف أن يلعنه،
الآلوسي سيعطينا من هذا. سأقرأ لكم من الآلوسي. واستدل بها، وإذا تحبون عندي طبعتي اللي تفسير الآلوسي الآن أجيب الطبعة أمامكم بس ماكو داعي. واستدل بها أيضا على جواز لعن يزيد عليه من الله ما تعالى ما يستحق، كما قال فلان وقال فلان. الآلوسي ماذا ينقل أقوال العلماء ويصل إلى النتيجة، يقول ولا وعلى هذا القول لا توقف في لعن يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر في جميع أيامه تكليفه، يكفي ما فعله أيام استيلائه بأهل المدينة ومكة. فقد روى الطبري فلان بسند حسن أنه قال النبي اللهم من ظلم المدينة وأخافه فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن النبي يلعن يزيد وهذا لا يلعن يزيد. اسمعوا، والطامة الكبرى الآلوسي يقول ما فعله بأهل البيت ورضاه، لذلك أنا قلت له العن من رضى بقتل الحسين، ما لعن، لأن هؤلاء قلوبهم يزيدية. قال ورضاه بقتل الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام واستبشاره، يزيد مستبشر بذلك، وإهانته لأهل بيته. إخواني أنا أريد كل التعليقات تلعن يزيد ومن قبل، وسنعطيكم بعد من الذي قبل، مما وإهانته لأهل البيت مما تواتر معناه، وقد جزم كلام وقد جزم بكفره وصرح بكفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء إلى أن يصل ويقول. إخواني حال موضوع التوبة وما كان يقبل يقول كلام بعض علمائهم الذين هم أمثال يزيد، اسمعوا ماذا يقول أسمار دقي. يقول ومنهم من يقول إنه لم يعصي، يعني يزيد ما يعصي ولا يجوز لعنه، وقائل هذا لأن هذا ما قبل يلعنه. هسه نعرف هذا وأمثاله ما هو ميزانهم. وقائل هذا ينبغي أن ينظر، اسمعوا الآن يلعني لأن ألعن يزيد، اسمعوا راح يقول، اسمعوا أحبتي إن شاء الله يعطيك فرصة أعطيك خليك كمل وقت. تفضل. كيف الآلوسي يعني يضع هؤلاء في أي سلك؟ يقول وقسم من هم يقول إنه لم يعصي بذلك ولا يجوز لعنه، وقائل هذا يجب أن ينظم، شوفوا شو يقول الآلوسي، في سلسلة أنصار يزيد، يعني مو فقط الذين قاتلوا الحسين في سلسلة أنصار يزيد، حتى هؤلاء في سلسلة أنصار يزيد. وأنا أقول، الآلوسي يقول الذي يغلب على ظني أن الخبيث يعني يزيد وأنصار هؤلاء لم يكن مصدقا برسالة النبي صلى الله عليه وآله، وأن مجموع ما فعله مع أهل حرم الله وحرم نبيه وعترته الطيبين في الحياة وبعد الممات، وأما ما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على تصديق من إلقائه ورقة من المصحف في قدارة، إلى أن يصل إلى الجملة الأخيرة سطرين. يقول هكذا، والظاهر إنه لم يتب، واحتمال توبته أضعف من إيمانه، ويلحق ابن زياد وابن سعد الذي قال ليش ما يلعن ابن سعد، لأن هذا راوي ثقة، هؤلاء النواصب ثقة رواة علماء كبار. يقول وجماعة، اسمعوا الآلوسي الآن مثل الآلوسي يكون، فلعنة الله، الآلوسي يقول مو أنا، وأنا أقول مثل الآلوسي وأزيد وألعن يزيد، فلعنة الله عز وجل عليهم أجمعين، يقول وعلى أنصاره وأعوانه هؤلاء تسمعوهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدين ما دمعت عين على أبي عبد الله الحسين. هذا سلفي يتكلم، سني، هذا سني اللي يتكلم الآلوسي، عمدة المحققين، خاتمة المدققين، مرجع أهل العراق ومفتي بغداد، السلفي شهاب الدين الآلوسي. فلعنة الله على كل من لم يقبل هؤلاء في سلسلة أنصاري يزيد. يلا تفضل دكتور مجاهد. نعم لا أحد يقاطعني، أقول لعنة الله على من خذل الحسين وقتله. يعني يزيد يا أخي أنا دوري أسكت، لا تخذ تكلم، أنا ما قاطعتك. العن يزيد، تفضل.
أو إنك من أنصار ياسين. من دعا الحسين من المدينة إلى العراق وخذله وقتله، لعنة الله قبل ومن أهانه. كمل. والآن ردي على الأخ الفلسطيني جبان قلت لكم من سلسلة أنصار يزيد، من دساتير العالم كله، أن يقول دستور الحمد لله الذي كشفكم يا جبان. أما أن تسمع دستور الدولة الإسلامية في إيران، يعني الدولة داخل دولة، دستور ماذا يقول عنوان الدستور الإيراني؟ يقول الدستور الدولة الإسلامية في إيران. وعندما تقرأ في داخل الدستور تجدهم يؤصلون لمبدأ الإرهاب في العالم. كيف يريدون السعودية أن تصل؟ والسعودية تصل إلى أيش؟ ما لك علاقة بالجمهورية الإسلامية؟ ما لك علاقة بالجمهورية الإسلامية؟ ما لك علاقة بالجمهورية الإسلامية؟ والسعودية اللي تطبع مع إسرائيل والدست في العراق 4000 تفجيري. أبو باكر دكتور مجاهد لحظة، أنا دوري لحظة دكتور مجاهد، دكتورنا الحبيب، بس لماذا تخافون مني يا أخي؟ دكتورنا الحبيب لحظة أبو باكر، دكتورنا الحبيب، أنا إذا الحوار يكون علمي، أنت الآن تقول موجود في الدستور الإيراني، ممكن تقرأ لنا الفقرة، أي فقرة موجودة بالنص لطفا؟ أنا الآن أهديك كتابي اسمه الدستور الإيراني يوصل للمشروع الفارسي. حبيبنا دكتور انت ما تتكلم، خلي خدمك دكتور، دكتورنا انت لما تنسب، انت تعرف لما اخذت شهاده الدكتوراه وانا مثلك، لما نقدم الرساله لازم تبين المرجع، واذا المرجع تخلي عليه اهو المرجع، انا قاعد اقول هدوء. الدكتور الايراني المرجع هو اي هدوء. خلي اكمل انت جعلتني اكمل حتى اجعلك تكمل. لا دكتورنا انت الان تتكلم عن دوله، مثل انا ما اتكلم عن انسان يتكلم عن الدوله الفلانيه والدوله الفلانيه، فاريدك تقرا مش من كتابك، لان انا بصراحه اعتقد انت واهم، فأريدك تقرأ لي من نفس الدستور الإيراني. يا أخي أنا أقرأ الآن من عقلي، أنا لست حافظا مثلك. لا أنا إنسان. والله هذا الكلام ما موجود دكتور، والله هذا الكلام ما موجود. والله ما صدقت في حلفك. طيب. والله ما. شنو الحل؟ الحل أنا وياك نستخرج الدستور الإيراني. الدستور الإيراني. خلاص أنا الآن استخرجه. أنا الآن سأستخرج الدستور الإيراني. انتظر معي أنا الآن. أبحث. طلع الغلاف تجد أنه مكتوب عليه دستور الدولة الإسلامية في إيران. هذه أول مبحث نبحثه مع بعض. تفضل. لا أنت قلت أن الدستور الإيراني يشرع الإرهاب. أنت قلت. نعم لكن اقرأ العنوان أول. الدستور الإيراني اقرأ وندخل من الداخل. هدوء. إحنا راح نقرأ. هدوء أنت. الدستور الإيراني. يا دكتور. الدولة دكتور. الإسلامية في إيران. دكتور. تفضل. أنا من النوع اللي هادئ. ومن النوع اللي جدا، وانا هادئ، وانا صوتي خلق. جهوري على فكره دكتور. انا قاعد اشرب شاي وانا اكلمك. احسنت. اذا تشرب شاي هنيئا. والله يا حتوى هنيئا. صوتي جهوري قسما بالله يا دكتور. دكتور انا صوتي جهوري فقط. دكتور دكتورنا الحبيب. نعم الان نعم. اذا ما موجوده هذه الجمله المفروض تعتذر. نعم. للجمهوريه الاسلاميه. نعم. الايرانيه. جدا. جيد. نعم ابدا بعنوان الدستور لو سمحت، ولا لا أكمل معك. أحسنت. واضح. جيبي لي مويه أشرب. طيب. إخواني هذا التمهيد. هذا. أبغى عنوان الدستور لو سمحت. إيه هذا الدستور هذا أمامك. أعرض الغلاف. موجود الآن. خلي أعرض لك هذا الغلاف الآن. ماذا مكتوب؟ دستور إيران الصادر عام 1990 شامل التعديلات لغاية 1989. أريد غلاف الكتاب. هو هذا الغلاف. هذا الغلاف. هذا ليس الغلاف، هذه الورقة الداخلية. هذا موجود على الانترنت الان. عندك اعرض. تقرأنا يلا. انت تقرأنا الكتاب. لا انت في جوجل تعرض الصور. هو هذا في جوجل. والله اخواني هذا اشوف راح ارجع. شوف اخواني. والله العظيم انا عندي نسخه مهداه من الدستور الايراني موجود عندي في اخواني. هذا امامكم بالجوجل. الله اكبر يا ربي. امامكم على الشاشه اخواني. امامكم.
الدستور الإيراني باللغة العربية وبي دي اف. ضع الصور، افتح الصور. هاي الصور موجودة، ليس البي دي اف، افتح بجوجل الصور حتى يعطينا صورة الغلاف. أخونا هذا موجود، هاي المواد، كل المواد موجودة. أي مادة؟ ليس بي دي اف لو سمحت، لو سمحت. أنا أمشي معي. أصبر أصبر، أي مادة أنت تقول إنه فيها الإرهاب؟ أي مادة؟ أنا أبغى أول شيء نبدأ فيه اسم الدستور، اسم الغلاف، افتح الغلاف. شوف إخواني، دكتور شكرا جزيلا، أنت إنسان ما تريد الحق. أنت تهرب من الموضوع. ما يخالف، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. يعني والله العظيم بالله العظيم مضحك ذولا. يعني لا أنا أبو باقر إذا خاطب الناس، شفت إخواني أمامكم على الإنترنت، كتبت أول اختيار طلع الدستور الإيراني وهذا موجود أمامكم على الشاشة. أعطيني الغلاف، أعطيني اللون، أعطيني المعرف إيش، ليش؟ لأن يتورط، هذا الكلام ما موجود. يشهد الله أمامكم هذا الدستور، هذا هيانة أمامكم، هذا التمهيد، هذا التمهيد وهذه المواد وحدة وحدة، ولاية الفقيه العادل، الجيش هذا إلى 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 آخر. المادة الأولى، هذه الفصل الأول، المادة الأولى، المادة الثانية. ليش احنا في العراق، احنا كليتنا عراقيين وكل اخوان دا يستمعون لنا في العراق، 4000 مفخخ جتنا يعرفون منين، من البلد اللي هو ساكن فيه. ابو عندنا بث، ابو باقر عندنا بث، هاي الكلمات ايه ما علاقه لعد هذا الكلام، المفروض ما يعني ولي شنو علاقه الجمهور. انا اريد ابين انه هو يقول دكتور وانا كاتب. ابو باقر هذه ما مساله مهمه. ابو باقر هذا يقول انا كاتب كتاب دكتوراه مطي السعوديه في الدستور الايراني ولا بالدستور ما اعرف ايش، واول كذبه باول ورقه. يعني واحد مصنعي دكتور واول ورقه كذب، كتله من الكذب والعياذ بالله. مو امامك اقول له خلي انا اقرا ما يقبل، انت اقرا ما يقبل، طيب شو نسوي؟ اكتب على الانترنت ما يقبل، شو اسوي له يعني؟ طين الصوره والطين الموره والطين الفوره، شنو هالكلام هذا؟ حجي اذا تسمح لي عندي فالمساله مهمه. قبل قليل هذا شوف حتى تعرف انه كلهم كذابين. حجي يتكلم عن ابن باز ويقول ابن باز يحب الامام علي بن ابي طالب ويحب اهل البيت والتسميه وما اعرف شلون وغيره. لا 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 لا، ما يصير تتهمه بالكذب، موجود ويانا. شلون هو يقول ابن باز احنا نحب مثل معاويه، شلون كذاب؟ نعم حجي شوف، هذا كتاب صحيح البخاري، هسه صحيح البخاري بعد يا اخواني، هذا كتاب اخواني صحيح البخاري بخره الله، هذا صحيح البخاري اخواني، هذا الكتاب امامكم. شوف اخواني انا ما اتعب نفسي، بس اروح لكم للفهرسه، اروح لكم للفهرسه، فهرسه صحيح البخاري، واراويكم فرد شيء عن ابن باز. هذا كتاب صحيح البخاري، اروح للفهرسه اخوان الان. بسم الله الرحمن الرحيم، افتح الفهرسه، هذه الفهرسه امامكم اخوان الاعزاء. شوفوا اخواني هذا هنا، بس خلي أوضح الصورة شوي، أحاول أزغرها حتى توضح. لحظة، اللهم صل على محمد وعلى محمد. إيه هذا أخواني، شوف أخواني كتاب فضائل الصحابة أصحاب النبي، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باب قول النبي سد الأبواب إلا باب أبي بكر، فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو كنت متخذا خليلا. بعدين شنو رقم 6 اخواني هنا؟ باب مناقب عمر بن الخطاب. رقم 7 باب مناقب عثمان بن عفان. جيد، خير ان شاء الله. طيب وصلنا هنا اخواني الاعزاء الافاضل، باب مناقب، باب قصه البيعه، هذه هنا باب قصه البيعه والانفاق، هاي الكذبه الكبرى مال العسره، زين، مال عفان عثمان بن عفان، باب مقتل عمر بن الخطاب، زين، باب علي بن أبي طالب. انتبه إخواني، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان، يعني مناقب عثمان، وراها مباشرة باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي رضي الله عنه، بعدها شنو؟ باب مناقب جعفر بن أبي طالب. هاي صارت واضحة، ما تنسونها إن شاء الله. تعالوا خلنا نشوف الشيخ ابن باز، خلي أعيد العنوان، باب قصة البيعة، انفاق عثمان، وراها مناقب علي بن أبي طالب ومناقب جعفر بن أبي طالب. إخواني الأعزاء الأفاضل، هذا نسد الكتاب صحيح البخاري، نجيب كتاب الشيخ ابن باز. تعالوا
تعال يا ابن باز، تعال يا من تحب علي بن ابي طالب وتحب اهل البيت. اخواني هذا الحلل الابريزيه في التعليقات البازيه على صحيح البخاري. ما اسوي شيء، بس نروح للفهرسه. افتح يا سمسم، لو يا بزبز افتح يا سمسم. شوف اخوان الاعزاء، نفس الشيء هذا، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. هذا هو هنا اخواني كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. نفس الشيء، فضائل اصحاب النبي، قول النبي صلى الله عليه واله لو كنت متخذا خليلا، مناقب عمر. هنا وين نرجع للصفحه اللي بعدها اخواني الاعزاء، مناقب عثمان بن عفان ابي عمرو القرشي، طيب اللي دفنوه في حش كوكب، باب قصه البيعه والاتفاق او الاتفاق على عثمان ابن عفان. ما في باب علي بن ابي طالب، ما اعرف والله، اسال ابن باز وين باب علي بن ابي طالب، وين باب جعفر، وين وين وين؟ مباشره اخواني هذا رقم 8، بعد 8 شنو ياتي؟ 9 ماكو، 10 ماكو. انتبهوا اخواني، شوفوا حتى الترقيم 7 8 11 12. زين، هذا الكتاب طبعه حج وعد وزوره، يمكن حج وعد، يمكن انت وديت لي على الكتاب مزور. لا، هذا الحلل الابريزيه. منو طبعه سيدنا؟ ممكن نشوف منو طبعه؟ هذا الحلل الابريزيه من التعليقات البازيه على صحيح البخاري. لاحظوا اخواني، بقلم ابي عبد الله بن مانع، زين، الروقي. وين مطبوع؟ بالله مطبوع بكربلة بالنجف. وين حقوق الطبع؟ محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى 1428 2007، دار التدمرية. ما نشوف يا دار تدمرية منو هاي؟ دار التدمرية الجمهورية الإسلامية في إيران. لا استغفر، المملكة العربية السعودية. طيب، الرياض، رقم تليفون، الرمز، الطبعة الأولى. طيب سيدنا، وتأكيدا سيدنا لا تسمح لي، الله يرضى عليك أخواني، تأكيدا لما ذكره السيد أيضا الله يبارك بكم، شوف أخواني هذا الدستور الإيراني حسب ما طلب الأخ دكتور مجاهد، إذا تسمحوا لي. طيب هذا الدستور الإيراني بالصورة، هو قال اكتب صور، أنا كتبت صورة، شوفوا كتبت الصور، هذا راح أرجع لكم هاي الصور، واختاريت هذه الصورة، والآن هو هذه الصورة تحملت. يلا هذا يا دكتور مجاهد، وهي شبكة الفكرية اللي ناس جزاهم الله خير الجزاء، هذا يعتبر دستور جمهورية إيران الإسلامية عن الركائز الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الإيراني، وذلك على أساس القواعد والمعايير الإسلامية. شوف إخواني، المعايير الإسلامية التي تجسد أهداف الأمة الإسلامية وأمالها القلبية ولقد أعرض الشعب صراحة عن هذه الأهداف من خلال وقائع الثورة الإسلامية العظمى، واليوم قد إلى آخره، طليعة النهضة ومعرف إيش المقدمة والحكومة. وين إنه يدعو لهذا يا دكتور مجاهد؟ شوفوا أيها السنة، هذا الرجل المكرم، أنا قلت لكم أحفظ الإنسان في غيبته، ما أتكلم عنه بسوء، لكن بدأها، وأنا هنا أصف الواقع، بدأها بكذبة على دولة، لأنه الدولة شيعية، الله وكيلك، لأنه هذه الدولة شيعية. بس هي المشكلة، ما يصير أنا لأنه عندي موقف مع السعودية أكذب على السعودية، عندي موقف مع مصر أكذب على مصر، حرام والله حرام، الكذب على الناس حرام. فأنت صح عندك موقف مع، بالمناسبة خلي الأخوة يرون، الأخوة اللي على التيك توك أيضا، هذا أمامكم، أنا أرجع الصورة هاي الصورة، شوف إخواني أمامكم. فما يجوز أنه أنت عندك موقف ويا دولة وتنشر دينك بالكذب، كذب ما هو صحيح يا دكتور مجاهد. أنت الآن كذبت على جمهورية إيران الإسلامية، هذا دستورها، أقول لك أقرأ ما تقرأ، أنا أقرأ ما تصدق، طيب شو نسوي الآن أمام الجميع، الدستور موجود. ولذلك إخواني، ولذلك برنامجنا برنامج علم، ما يعبر بيشي، الله وكيلك،
ما يعبر بي شيء، يعني اللي يريد يعبر خلي يروح لغير برنامج علي أنا ما يعبر. حجي من ضمن الأمور الكذب التي طبعا كتبهم إخواني الأكارم، يعني اللي يقرأ كتب أهل السنة يعني حتى سو حتى وإن كانوا من الأشاعرة، الأشاعرة أيضا يكذبون على الشيعة لكن قليل شوي، يعني فد نسبة 60%، لكن لم أرى أكذب من الوهابية السلفية. شوفوا هذا الكتاب، شوفوا من ضمن الكذب هذا شو اسمه الكتاب، منهج أمير المؤمنين علي والله منهج عمر بن الخطاب في الدعوة إلى الله. بس اقرأ لي منه اللي مكتوب هذا المن سماحة الشيخ قدم له وأشرف على أصله شيخنا العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية. اي خلاص وطلع وقدم له شيخنا الدكتور صالح الفوزان هم وياه صالح الفوزان سينا سوى ميوت اكو ضوضاء. نعم حجي بس اقرأ نقطة رقم 9 وين اكو هذا الكلام. يتخذ الرافضة هذا اليوم عيدا، هاي في مقتل عمر، هاي يوم مقتل عمر يوم مقتل عمر يتخذ الرافضة هذا اليوم عيدا يحتفلون به ويتبادلون فيه التهاني ويزعمون أنه رفع القلم عن الخلق 3 أيام يعملون ما شاءوا من المنكرات والموبقات. شوف أخواني خلي أخذ الصورة أخواني هذا الكبير. أنا ليش والله أنا ما كنت أعرف شنو راح يضع أحمد الإمامي، والله ورب الكعبة أنا ما أعرف هذه المسألة، لكن أنا عفويا قلت كبار هيجي طولتها يعني سويت لها فد 10 مدات كبار العلماء. ليش؟ لأن إذا الكبير مثل أخ الدكتور مجاهد، إذا الكبير هذه سوالفة لعد الصغار شي يسوون، يعني هذا الكبير شي يفرخ. أخواني أنا لما معاوية النبي وصفه بصعلوك، فروخ معاوية شلون؟ طبعا معاوية فرخ لي ذولة. زين هذا ذا بن باز يقول الرافضة إنه 3 أيام يفعلون ما يريدون من الموبقات. أنا أسأل يا ريت لو واحد يقول أنا كنت شيعي وصرت سني، أريد واحد كان شيعي وصار سني، أريد والله في فمي ما، ولكن ماذا أخرج عن النص بوحدة ما يخالف تسمحوا لي الأخوان بالقناة أحمد الإمامي تسمحوا لي، إذا تسمحوا لي والله في فمي ما، أنا والله أجيد هذه المسائل ولكن أحترم نفسي. أنت يا أخي اللي تقول أنا كنت شيعي وصرت سني أو أنتم الشيعة، شنو يقصد بالموبقات 3 أيام؟ شنو يعني؟ شنو يعني 3 أيام موبقات؟ شنو يعني مثلا يعني؟ فأنت اللي أنت الآن تقول أن الحمد لله عرفت التوحيد والهداية، أمك كانت تفعل الموبقات، أنت كانت تفعل، أبوك يفعل الموبقات، لهؤلاء يكذبون عليك وعلى أمك وأختك، وهذا كبيرهم الذي يعلمهم شلون بالصغار. لذلك هذا الكتاب يطبع، إذا تخلي الكتاب الله يرحم والديك أبو باقر، هذا الكتاب وين مطبوع أبو باقر؟ بس أريد أشوف منه طبع أو روج. الطبعة الأولى هذا وصلني قبل يومين، الطبعة الأولى 1440-2019 الكويت كذا مكتبة الإمام الذهبي في الكويت، المملكة العربية السعودية طبعا هي لها فرع بالكويت وفرع بالسعودية، المملكة العربية السعودية الرياض التراث بقية أخواني كاتبين لكم التليفون الساخن، لحظة كاتبين التليفون الساخن. أبو باقر قل لي التليفون، قل لي كم التليفون. 944
لحظة لحظة، صفر صفر، لا ويا 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 الخط صفر 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 تسعة ستة، ما أعرف إيش قد هم، ما أعرف بس هو تسعة والله إذا سخنة هسه إذا خابر إذا أشوف هو تسعة أربعة أربعة صفر ثلاث خمسة تسعة تسعة أربعة أربعة صفر خمسة 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 تسعة خمسة 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 تسعة. لحظة خلي كتبه ساخن، أريد أخابرهم بالله أشوفهم اليوم، أريد أخرج عن النص. صفر صفر تسعة ستة ستة أتوقعهم المفتاح. خلينا نشوف كل إحنا نخرج عن النص حجي. هذا جاي اتصل عليه إخواني مشاهدين الكرام، الشيخ الوهابي المعروف خالد بكري، صار ساعتين اتصل عليه ما يجاوب، وبينما هو قال اتصلوا علي وأنا وسوف أجعل ما أجعل وأحرق البحر و... ما دام هكذا. لحظة أخواني شوفوا أيضا هذا أمامكم، أنا سأضع الكاميرا شوفوا أخواني، بس لحظة اللهم صل على محمد لحظة أخواني لا تتصلون، أخواني لا تتصلون، بس لحظة قطع الاتصال. شوفوا أخواني هاي الكاميرا أمامكم، راح نتصل علي وين هذا، راح أشوف أخواني هذا صورته أخونا، لا تتصلوا. شوفوا ما في يعني ما فاتح النت ولا شيء، هذا أمامكم. طيب إحنا نرجع للموضوع. أنا اللي أريد أقول إنه هذا البرنامج إخواني ما يترك شاردة وواردة إلا يلزمكم بالحق، أي شيء موجود حق نلزمكم بالحق، فاللي يريد يدخل البرنامج يكون على قدر المسؤولية، يكون على قدر المسؤولية. طيب تفضل أبو سلطان الآن دورك تفضل. يا حاج وعد أنتم أنتم تنكرون هذه المقولات الذي كتبت في الكتب، ما في دخان بدون. أنت ما تنكر صحيح مسلم، يلا أنا أمام المشاهدين الآن أبعث لك فيديو. أكره محضر عمر، يلا أكره محضر عمر، يلا أكره محضر عمر، أتمنى تكون شجاع. أكره محضر عمر الفيديو أمام الجماهير والمشاهدين. أكره محضر عمر، يلا مثل صحيح مسلم والبخاري، يلا أمير المؤمنين، يلا أمير المؤمنين يكره محضر عمر. أنت قلت أنا أتبع علي بن أبي طالب، يلا تفضل اكره محضر عمر، قل أنا أكره حضور عمر. أبعث فيديو الوعد، يا وعد اللوني نعم، رايح أبعث لك فيديو وأريدك تكون شجاع أمام الملايين الآلاف الآن تشاهدنا، أريدك تظهر شجاعتك وتخليهم يشاهدون هذا. أسأل سؤال، أنت متشيع صحيح؟ أنت كنت شيعي أبو سلطان حجي وعد، تقدر تسأل أن أبو سلطان اللي كان شيعي ماذا كان يفعل من موبقات في يوم مقتل عمر هو وأمه وأخته؟ لا 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 أبو باخر، لا لا هو لا يقول لا. هذا صار هذا الآن، هذا مو صار سني، هو الرجل ما وكان شيعي. أبو 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 سلطان، أبو سلطان شيخنا أبو سلطان سمعني حاج وعد، لا بايقونا حجي، لا بايقونا، هو سئلة عن ابن تيمية، لا لا لا، ابن تيمية يقول الشيعة بيوم مقتل عمر كانوا يخلون كيسين مال دهن ويبعجونهن ويقولون هذه بطن عمر، يجيبون نعجة ويصبغونها أحمر وينتفون شعرها ويقولون هذه عائشة الحميراء وينتفون شعرها. ايش كم نعجنات ابو سلطان انت ممكن تشيعي، كم نعجه وكم كيس بقره بطنه وطلعت الدهن ماله؟ هو افد وحجي، هو كان شيء والله ارعبتكم. كم نعجنا تفتى يا ابا سلطان، كم نعجه انت بتقول هذه عائشة الحميراء ونتفت شعرها، كم نعجه؟ ليش تنتف امك ابو سلطان؟ مو عيب عليك تنتف امك من كنت شيعي؟ والله عيب عليك. ابن تيمية يقول الشيعة ينتفون النعجة الحمراء يقولون هذه عائشة، ليش تنتف أمك أبو سلطان؟ ليش؟ شو مسويت لك؟ هو هذا احترام الأمهات يا أبو سلطان؟ والله عيب عليك، والله عيب عليك مخازي. طيب سيدنا شكرا، تفضل أخونا من الخليج، من الخليج. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بك. كيف الحال؟ الحمد لله. ممكن سؤال بالموضوع؟ ممكن، تفضل. إيه بالموضوع. تفضل. هل السنة؟ هل السنة؟ هذا والجساسة والدجال حجة لهم؟
قالوا اللهم أجل فرجهم. ايه قال انتظروا ام السنة. نعم قال المعدي المنتظر الذي هو بالسرداب ولا حد شافه وهو عج عليكم. ايه الحجة اللي عندكم ليس. ايه جوابك الجواب نعم. قل لي الدليل. جواب نعم. قل لي الدليل. شنو الدليل؟ احسن احسن. الان عندكم انه المهدي يملأ الارض قسطا وعدلا وهو ملازم خروجه لخروج الدجال، صح ولا لا؟ نعم هذا خبر. هدوء 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 هدوء. انت مو سألتني؟ طيب كل انسان سني الان يدعو ان الله تبارك وتعالى يملأ الارض قسطا وعدلا او لا؟ نعم. إذا أنت تدعو يا ربي املاها قسطا وعدلا، يا ربي طلع الدجال. ما قلت طلع الدجال أنا. لا أنت مو تقول يا ربي املاها، لا حول ولا قوة إلا بالله. أن نتمنى عمي أنت كسني أنت كسني تقول يا ربي املأ الأرض قسطا وعدلا، كل واحد يتمنى. أنا أقول يا ربي، أنا أقول يا ربي اللهم أدير المسلمين وانصر المسلمين ووحد صفوف المسلمين، هذا دعاء لله سبحانه وتعالى. ولا دعيت لله سبحانه وتعالى ان اخرج المعدي. يعني انت ما لحظة نرجع من البداية، انت تريد العدل يسود على الارض تتمنى ولا ما تتمنى؟ شيء طبيعي. بشر. اوقف ادعو اسمع ادعو انا وياك تسمع ادعو انا وياك قول يا ربي ان شاء الله الان العدل يسود الامه الكره الارضيه. انك اتكلم بالموضوع انت اي هذا شيء طبيعي اي انسان. احسن اذا هذا شيء طبيعي. بابا هدوء هدوء انت مو سالتني، هو انا المسؤول مش انت. انت ايه ده شوي. خلنا اذا انا وياك اتفقنا يا حبيبي يا نور عيني، انا وياك اتفقنا انه الان طبيعي اي انسان أي إنسان هو لذلك هو 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 ديننا. أحسنت بيض الله وجهك. ديننا دين الفطرة. أحسنت ديننا دين الفطرة. أي إنسان شوف الآن اعترفت إنه أي إنسان يقبل هذا الكلام اللي أي إنسان يقول أي إنسان. لا أنت اعترفت الآن. أي إنسان يدعو إلى أنه أي إنسان يدعو إلى أنه العدل ينتشر يعني يدعو الى ان المهدي ياتي يعني الدجال ايضا ياتي. هذه فطره. المهدي مو اجى علي. زين اللي يقول المهدي واجب هذا شنو يفهم ولا ما يفهم؟ هذا خبر اخر الزمان. هذا اللي يقول واجب ومن العقيده هذا اركد. هذا اللي يقول انه المهدي واجب ومن العقيده هذا شو حكمه؟ اركد. اقول له شو حكمك اللي اركد؟ راكد والله. حجي اقرا هاي الايه القرانيه. حجينا الايه القرانيه الكريمه هذه امامك. حجينا امامك على الشاشه اريد اقراها وارد اشوف الاخ ماذا يقول عنها. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ويقول وقضينا على الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوئوا وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. طيب هذول منو أخونا العزاء أخونا العزيز؟ هذول اللي سيحررون القدس منهم؟ أنت ما تريد المهدي يخرج حتى يحرر القدس؟ عمر أبو الخطاب حرر القدس. عمر ما سوى وجوه اليهود. يقول يا رجل يا حبيبي عمر صالح اليهود. عمر أعطاهم أريحة. عمر ما دخل المسجد وتبر وكبر ودخل فاتح تصالح معهم. دخل المسجد وحرر المسجد الأقصى ودش المسجد. مين حرره؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بيش حرب سيفه يعني؟ الآية تتكلم عن الصحابة. هذه تتكلم عن الصحابة شكل مأتي
شكوا بخروج المهدي، شكوا عنطره محج عليه، ما دي اخر الزمان. اخي 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 لحظه اصبر. الله تبارك وتعالى يتكلم عن بني اسرائيل، يقول يفسدون في الارض مرتين. الفساد الاول كان على عهد نبوخذنصر واسرهم واخذهم اسرى الى بابل. طيب الفساد الاخر الله يقول ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هذول يتكلم عن ذول العباد، عبادا لنا أولي بأس شديد. هل المقصود، هل المقصود، لحظة اسمعني أرجوك أرجوك أرجوك، المقصود بأولي البأس الشديد عمر بن الخطاب؟ الصحابة يتكلم عن الصحابة. لا لا، هو أنت تقول عمر، تقول عمر اللي دخل المسجد والله يقول يدخل المسجد، يعني عمر، عمر هو أولي البأس الشديد. عمر ها؟ عمر ومن تبعه أولي البأس الشديد. عمر ومن تبعه عمر، عمر صاحب بأس. لحظة أخونا، أعطيني 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 كافر عمر ضرب راشدي لو بكلنسة قطفها عمر، شمر عمر بكلنسة. طيب احنا بعد آخر أعطيني وينه سيد هذا، هذا يتكلم مباشرة أحد الأخوة اللي نصلي 23 دقيقة. حضر أنه عمر ذو بأس شديد، أردنا أردنا بأس واحد في الحرب. وحدة وحدة يعني شغلة شغلة سواها، شغلة أي شغلة حج. بس عند يقولون عمر أهل التاريخ يقولون عنده أبو باكر، أبو باكر لا لا مو هسه، مو هسه أبو باكر، أبو باكر اتركه اتركه، لأن أحد الأخوة على الخط مباشرة خطية ما لدي يصرف فلوس. تفضل أخونا من أوروبا، ما أعرف من أي دولة، تفضل.